بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما مع الوصفات البسيطة وذات النتائج السريعة والمكونات المتوفرة في كل بيت. هذه الوصفة لعلاج الشعر الأبيض. ينتج ظهور الشعر الأبيض عن نقص في إفراز مادة الميلانين المسؤولة عن تلوين دائما الشعر والبشرة، ويمكن لهذا النقص أن يظهر في مراحل عمرية متفاوتة، قد تكون متقدمة أو متأخرة نظرا لارتباطها بعوامل أخرى. أبرزها لدينا أول عامل هو العامل الوراثي، فبعض العائلات تشيب في وقت مبكر أكثر من سواها. كذلك استخدام صبغات الشعر المتكررة، حيث تحتوي مستحضرات تلوين الشعر على مواد كيميائية تخفي الشيب، ولكنها تزيد من انتشاره إذا استخدمت هذه الصبغات مرة كل شهر أو استعملتها كعادة، تزيد من انتشار الشعر الأبيض والشيب. كذلك التوتر يزيد من ظهور الشعر الأبيض عند التعرض لصدمة معينة، وذلك لفترة طويلة. العامل الآخر، لدينا نقص في فيتامين بي. يظهر الشعر الأبيض أو الشيب لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في الفيتامين B5 قبل بلوغهم سن 35، فيجب الإكثار من الفيتامين بي لعلاج الشيب. كذلك لدينا علاج طبيعي 100%. تتمتع هذه الوصفة الطبيعية بفعالية كبيرة في مجال علاج الشيب، وقد تم تجربتها وكانت ناجحة 100%. نأخذ قشور البطاطا، تكون مغسولة أو بما تسمى في دول عربية أخرى بالبطاطس، البطاطا العادية وليست البطاطا الحلوة. نأخذ أي نوع، سواء كانت البيضاء أو الحمراء، استخدمي أي نوع أو يمكنك المزج بينهما. ونأخذ كأس من الماء. المكونات دائما لوصفات الشعر تكون حسب طول وكثافة شعرك أنت، كما يمكنك مضاعفة المقادير وحفظ هذه الخلطة في برطمانات من زجاج، يفضل أن تكون من الزجاج، وحفظها في المجمد. وأثناء الاستخدام فقط نخرجها من المجمد، تسخن على حمام مائي وتكون جاهزة للاستخدام. نأخذ الخلاط الكهربائي ونضع قشور البطاطا. وكأس من الماء العادي. صاحبات الشعر الدهني، أنصح بإضافة لهذه الوصفة عصير ليمونة. صاحبات الشعر الجاف جدا، أنصح بإضافة ملعقة طعام كبيرة من زيت الخردل. طريقة عمل زيت الخردل موجودة بقناتي، أو زيت السمسم أو زيت الميرامية، كذلك طريقة التحضير موجودة بقناتي لهذه الثلاث أنواع من الزيوت. كذلك زيت الخزامى رائع جدا إذا كان متوفر. وبعدها نقوم بمزج هذه الخلطة جيدا. في حال عدم توفر الخلاط الكهربائي، نقوم بغلي قشور البطاطا في الماء إلى أن تستوي نهائيا، وبعدها استخدمي الطاحونة اليدوية، طاحونة المطبخ اليدوية للخضر. استخدميها في طحن قشور البطاطا مع الماء الذي قمنا بغلي القشور فيها، ونستخدم الوصفة بشكل عادي، هذا من أجل تسهيل طريقة الوصفة. ونتحصل على هذه الوصفة الرائعة جدا.
فتتميز قشور البطاطا بغناها بمضادات الأكسدة وفعاليتها في القضاء على الجذيرات الحرة المسؤولة عن الشيب، وهي تحتوي على فيتامين سي ومواد تغذي الشعر بعمق وتزيد من قوته ولمعانه إذا استخدمتيها فقط كوقاية، مما يقي من الشيب ويعالجه، يجعل الشعر الأبيض أو الشيب الموجود في شعرك يستعيد لونه الأساسي. وفوائد قشور البطاطا معروفة في مجال محاربة الشيب، وهي تقتصر فقط على ذوات الشعر الداكن، على أن يتم تجنب استعمالها لذوات الشعر الفاتح أو الأشقر، لأنه يساهم في تبديل لونه، يعطيك لون بني. نأخذ هذه الوصفة، دائما نستخدمها قبل كل استحمام. نوزع هذه الوصفة على أماكن تواجد الشيب وعلى كامل الشعر، هي مفيدة هذه الوصفة للشعر ككل، رائعة جدا لمحاربة تساقط الشعر وتطويله وكذا زيادة كثافة الشعر. كما يمكنك كذلك استخدامه هذه الوصفة لابنتك إذا كانت تعاني من شعر خفيف من عمر 5 سنوات فما فوق، هي آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. نقوم بعمل تدليك خفيف لحوالي 5 دقائق، خاصة نقوم بالتركيز على الأماكن المتواجد بها الشيب. من أول استعمال ستلاحظين الفرق. إذا كان الشيب يغزو كامل الشعر، هذه الوصفة يفضل أن تترك من 3 ساعات إلى 4 ساعات. بعدها نقوم بتغطية الشعر بأي بني بلاستيك، أو حتى يمكن استخدام أي كيس موجود في المطبخ، ويمكن كذلك استعمال حتى ورق الألمنيوم للف هذه الوصفة. نتركها قلت من 3 ساعات إلى 4 ساعات. إذا كانت هنالك فقط شعيرات خفيفة من الشيب، يترك من ساعة إلى ساعتين، وبعدها نقوم بغسل الشعر. وآخر شطفة يفضل أن تقومي بغلي قشور البطاطا، نقوم بغليها، نصفيها من القشور، ونقوم بشطف الشعر بآخر شطفة تكون بمغلى قشور البطاطا. من أول استعمال ستلاحظين الفرق. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات، الرجال كذلك يمكنهم استخدامها، وقلت البنات كل من يعانون من مشكلة الشعر الأبيض يمكنهم استخدامها وبكل أمان. باقي الوصفة يحفظ في الثلاجة ويستخدم لمدة أسبوع، قلت كما سبق، وقلت يمكن حفظ أو عمل كميات كبيرة من هذه الوصفة وحفظها في برطمانات في المجمد صالحة الاستخدام لمدة 3 أشهر. فهذه الوصفة سهلة بسيطة نتيجتها سريعة بالبطاطا فقط، خصوصا قشرها غنية جدا بالمغذيات الأساسية وخاصة النشا، مفيد جدا النشا الموجود في البطاطا لصحة الشعر، وكعلاج وقائي تساعدك هذه الوصفة على استعادة صحة شعرك وعلاج، وكذلك كتأخير لظهور الشعر الأبيض. إذا أحببت استخدام هذه الوصفة للوقاية فقط، يمكن استخدامها وبكل أمان. كذلك تدخل المغذيات الموجودة في البطاطس، أي فيها النشا، غالبا في تركيبة العديد من المكملات الغذائية،
لتسريع نمو الشعر. كما يمكنك إضافة ماء الأرز إذا كان متوفر عندك في البيت. ماء الأرز، وسبق وعملنا به عدة وصفات. يمكنك إضافة ماء الأرز مع ماء البطاطا بكميات متساوية لمنع كذلك الشعر الأبيض وعلاجه والحفاظ على جمال شعرك، وهي تستخدم كذلك على نطاق واسع وكانت والحمد لله ناجحة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.